أثارت اتهامات السفير التركي في بغداد علي غونايا العراق بهدر حصته المائية الرأي العام، حيث اعتبرتها الأوساط السياسية والشعبية بمثابة تهديد تركي واضح، مطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص، مطالبات تتوازى مع أخرى موجهة للحكومة الاتحادية من أجل عقد اجتماع طارئ لبحث الانتهاكات المتكررة التي يمارسها جيش النظام التركي داخل الأراضي العراقية. أزمة المياه أزمة خطرة، وكل الأزمات يجب أن تكون هناك خلية أزمة، ويجب أن يكون اجتماعات طارئة إن كان على مستوى الحكومة العراقية على مستوى البرلمان العراقي. وبالتالي يعني مسألة يعني تقليل الحصية ليس تقليل الحصية، إنما يعني بالضبط توقف الإطلاقات المائية من تركيا إلى العراق، وبالتالي هنالك أزمة مائية أصابت العراق حتى مياه الشرب، يعني وصلت إلى مياه الشرب وحتى سقي المزارع. واعتبر الكثير من العراقيين أن تصريحات السفير التركي هي تلويح من جانب أنقرة بالضغط على العراق بسلاح المياه، ولا سيما مع تأكيد وزارة المواد المائية العراقية بأن أسباب شح المياه والجفاف والتصحر التي اجتاحت البلاد مؤخرا عائدة إلى عدم التزام النظام التركي بضخ حصة العراق المائية بشكل عادل ووفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية. نحن ليس بحاجة إلى أن نأخذ النصائح من قبل تركيا، هي التي كانت السبب الأول والأخير في ما وصل إليه العراق من تصحر وفي ما وصل إليه العراق من شح في المياه، وبالتالي أعتقد نحن بحاجة إلى أن تكون هناك موقف قوي. نعم تصريحات السيد وزير الموارد المائية كانت جيدة، ولكن كنا نتمنى أن يكون له إسناد من قبل الحكومة العراقية، إسناد من قبل الخارجية العراقية، حتى يكون موقف العراقي موقف ثابت وموقف موحد تجاه هكذا تدخلات وهكذا تدخل السافر بالشأن الداخلي العراقي. ومنذ عقود كان العراق يستقبل إيرادات مائية طبيعية تخضع للمعاهدات الدولية وتتراوح بحسب خبراء من 40 إلى 50 مليار متر مكعب في نهر دجلة، لكن النظام التركي اليوم لا يسمح بوصول أكثر من 15 مليار في أحسن الأحوال، وسط عجز السلطات العراقية حتى اليوم عن إيجاد حل رادع لأنقرة عن تلك الممارسات. ويطالب برلمانيون بعقد اجتماع حكومي طارئ لبحث أزمة المياه التي تشهدها البلاد بسبب السياسة التركية وتقليص حصة العراق المائية والتحكم بمقدراته الاقتصادية. فقر فاضل، بغداد اليوم.